عليكم اخواتي، ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم غنوجدوا مع بعضياتنا واحد البسبوسه اللي كتجي اكثر من رائعه، شكلا ومذاقا كتجي هائله. غادي نحشوها ان شاء الله بلاكريم باتيسيير، وكيف كتشوفوا معايا مقادير بسيطه هي باش غادي نحضروا ان شاء الله هذه البسبوسه مع بعضياتنا. على بركه الله غادي ندوزوا المقادير. عندي هنا واحد جوج ديال البيضات، عندي كاس سكر سنيده او سكر حبيبات، عندي كاس الحليب، عندي كاس الزيت، وعندي هنايا واحد الخمار، جوج خمارات ديال المغرب فيما يعادل خماره بكاس 15 غرام سكر فانيلا، وعندي واحد جوج كيسان هاد الكاس، هذا كاس العنبه باش كنعبروا دائما، ديال السميده الرقيقه، وعندي هنايا رشه ملح او قريصه ديال الملح. على بركه الله غادي ندوزوا الطريقه. بسم الله، غادي ناخذ واحد البول بحال هكا، غادي نديرو فيه البيض. بسم الله، نديرو فيه البيض، نزيدو عليه سنيدة بحال هكا، غادي نزيدو هاد السكر فانيلا نطربوهم، وغادي نزيدو واحد القريصه ديال الملح، شويه ديال الملح، وغادي نطربو. بسم الله، بسيطه وسهله، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم بحال هكا. صافي كنطربو اخواتي، ومن بعد غادي نضيفو الحليب ونضيفو الزيت. هنايا خواتي غادي نضيفو الزيت ديالنا، بسم الله، بحال هكا. من بعد غادي نضيفو الحليب، اللي بغا يدير كاس ديال البرتقال او جو دورونج ممكن يديرها، انا اكتفيت فقط بالحليب. اللي بغى الليمون ممكن يدير كاس ديال الليمون، كتجي فيه رائعه زوينه بزاف. بسم الله، صافي كنبقاو اخواتي كنضيفو السميده الرقيقه، جوج كيسان كاس العنبه، صافي على الشكل هكا. راه ما تخافوش واخا كتبان لكم جاريه عندي الخليط، ولكن كيف كتعرفوا راه السميده كتشرب، يعني الخليط غادي يبقى لينا من بعد. غادي نضيف الخميره كيماويه. انا في هذا الاثناء راه شعلت الفران كيسخن. صافي اخواتي كنضيفو الخماره، هانتوما راه ديجا بدات كتقال لي هاد السميده هادي. اخواتي كناخذوا واحد المول ديال الكيك، انا ديجا خديتو داك المول اللي كيتحل، ديجا خديتو دهنتو درت ليه بابي كويسون. بسم الله، غادي ناخذ دابا نصف الخليط، غادي ناخذ فقط نصف الخليط هو اللي غادي ندير، وغادي ندخلو ان شاء الله يطيب حتى كيشد فراسو، ماشي يطيب بزاف، يشد فراسو، طيب لينا ديك الطبقه الاولى اللي من بعد غادي نخرجو ونديرو ليه ان شاء الله لا كريم او لا كريم باتيسيير ديالنا. صافي اخواتي غادي ندير دابا نصف الخليط، ونصف الخليط الاخر غادي نخليه لكم تنديرو لا كريم. بسم الله، صافي اخواتي، وهذا الخليط الاخر او النصف الاخر كيف قلت لكم غادي نخليه حتى نديروه من الفوق طبقه اخيره ان شاء الله. دابا اخواتي غادي ندخل هذا البسبوسه ديالنا الطيب تتشد فراسها، ومن بعد نتلاقى. وهنايا اخواتي من بعد ما طابت لينا الطبقه الاولى ديال البسبوسه ديالنا، انتما كيف كتشوفوا خليتها تتحمرات شويه شدات فراسها. هنايا انا وجدت لك كريم باتيسيير، راه ديجا حاطه الوصفه ديالته في القناه ديالي كيف كنوجدوا. يلا وجدتو، دابا اللي ما عندوش ممكن ياخذ لك كريم باتيسيير غبره ويخلطها بالسدر والحليب حتى هي كتجي زوينه. انا دابا هاد لا كريم بسم الله هيا باقا سخونه،
غادي نشدها وغادي نخويها بسم الله فوق الطبقه الاولى ديالنا باش تجينا هاد لا كريم هادي من الوسط على هكا صافي. غادي نوزعها بحال هكا بحال هاد الشكل هكا. هنا اخواتي من بعد ما درت لا كريم وخليتها حتى بردت شويه حيت كما قديتها خويتها وهي سخونه كيف كتشوفوها هي قبضت فراسها شدت فراسها. انا دابا غادي نزيد هذا الخليط الثاني كيف كتشوفوا معايا اللي خلينا على جنب غادي نحركوا. هانتوما كيف كتشوفوا راه الخليط ديالنا شرب ديك السميده كتشرب داك الزيت وداك الحليب هذوك المقادير مع بعضها كيف كتشوفوا معايا. هما دابا هذا غادي نديروا الطبقه الاخيره نحركوا ومن بعد كنديروا طبقه اخيره بسم الله صافي. وغادي كيف كتشوفوا معايا ضروري تخليوا ديك لا كريم تتبرد باش تكون طبقه وسطى في الوسط باش ما تخلطش لكم ضروري تخلوها تبرد باش اللي تخويوا هذا الخليط الاخير ان شاء الله كيف كتشوفوا. ودابا عندنا طبقة أخيرة كيف كتشوفوا معايا أخواتي تا حاجة ما تضيع بحال هكا صافي. أخواتي كنشدو كنبداو نحركو هاد البسبوسة ديالنا على هاد الشكل هكا صافي. دابا راه تقادت لينا البسبوسة ديالنا أولا الخليط ديالنا كيف كتشوفوا أخواتي. غادي نهزو غادي ندخلو الفران غادي نقص على الفران ما نجهدش لتح انما نشعل الفوق شويه ونخليها حتى طيب لينا هاد الطبقه الاخيره. كيف كتعرفوا لا كريم ديجا طايبه بقات لينا هاد الطبقه الاخيره طيب ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا النتيجه ان شاء الله ديال هاد البسبوسه ديالنا. هنا اخواتي وجدت واحد السيرو باش غادي نسقيو هاد البسبوسه ان شاء الله. درت واحد الكاس ديال الماء كاس ديال سنيده ودرت واحد نص حامضه اولا ربع نص حامضه اولا قشور حامضه باش كتعطينا ديك النكهه الحامض كتجي زوينه بزاف صافي. دابا نخليوه يبرد وطيب لينا البسبوسه ان شاء الله ونسقيوه بها. كيف كتشوفوا معايا اخواتي خرجت دابا البسبوسه ديالنا من الفران كيف كتشوفوا طابت لينا ديك الطبقه الاخيره هانتوما صافي اخواتي. وكيف شفتوا معايا السيرو اللي قلت لكم انا خليته حتى برد. انا دابا هاد السيرو هذا باش غادي نسقي هاد البسبوسه وهي باقا سخونه واحد يكون بارد اما السيرو بارد اما البسبوسه بارده المهم واحد يكون بارد واحد يكون سخون باش ما تعجنش لينا هاد البسبوسه ديالنا بسم الله صافي اخواتي. غادي نسقيوها ديريكتومون ديريكت نيشان غادي نسقيوها بسم الله صافي. وغادي نخليوها هي غادي تشرب لينا هاد السيرو ديالنا صافي. غادي نخليوها هكا صافي اخواتي. وغادي نرشها بالبيستاش اولا بهاد البيستاش اللي وجدت معكم البيستاش الكاذب اولا الكاوكاو هذا بنكهه هذا البيستاش ممكن تذوقوها باي حاجه عندكم بسم الله اي حاجه اي حاجه بغيتو ممكن ديروها ممكن ديروا الكوك ممكن اللي بغيتو الشكلاط مهم لكم الاختيار صافي اخواتي. كانت هذه هي البسبوسة ديالنا ديال اليوم أو الشهيوة ديال اليوم صافي. كنزوقوها ديريكتومون باش هذاك السيرو ديالنا باش يشد لينا في هاد الكاوكاو ديالنا أو هاد البيستاش ديالنا صافي. كيف كتشوفوا معايا وكانت هذه هي النتيجه ديال البسبوسه ديالنا.
انا دابا ما غاديش نحلها اخواتي حتى ان شاء الله تبرد، اللي من بعد نحلها ونصور لكم ان شاء الله هاد النتيجه ان شاء الله ديال هاد البسبوسه. انا دابا غادي ما غاديش نحلها دابا حيت غادي نديها معايا، غدا ان شاء الله معروضه غادي ناخذها معايا، من بعد غادي نصور لكم وغادي نصور لكم ان شاء الله حتى من الوسط. وكانت هذه هي الوصفه اليوم اللي عباره عن بسبوسه محشيه بلا كريم اللي فعلا تستحق التجربه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وبارطاجيو، ما تنساوش بارطاجيو مع الحباب والاصدقاء، وان شاء الله الى وصفه اخرى ان شاء الله او فيديو اخر ان شاء الله، ونخليكم على خير وفي امان الله، والسلام عليكم.